جبت لكم محل اللي كانت بتسأل على الجيب واللي كانت بتسأل على الدرسات، جبت لكم محل دراسات وجيب وبناطيل جنس حريمي، وفي برضو رجالي، بس انا اهم حاجه اهتميت بالحريمي دلوقتي عشان خاطر الناس اللي كانت بتسال على الجيب كم واسعارها. اولا اسعارها 75 جنيه الجيبه، تمام. والدراسات سعرها 100 جنيه. بس خلينا نصور لكم الجيب الاول. طب مكانه فين؟ هتلاقوه عند نزله الكوبري، تمام، عند نزله الكوبري وقدام مدرسه ابو الفرج. شايفين مدرسه ابو الفرج؟ هو عند مدرسه ابو الفرج. انا مقرب لكم كده شكل المدرسه والعلم اهو، مدرسه ابو الفرج من عند شارع 26 يوليو، تمام، ونزله الكوبري. هو قدام المدرسه بالظبط، اظن ما فيش اكتر من كده علامه عشان اللي بيسالوني بعد كده الالوان بالتفصيل. الجيبه اهي عامله كده، اهو المحل، اهو المحل اهو 75. و 35 كمان، ماشي اهو. اصور لكم قطعة كده، قطعة القطع اللي هنا يا جماعة ب 75. احاول اصور لكم، في عنده كل المقاسات، وفي كل المقاسات، وفي كل الانواع الاقمشه، في قماش وفي جنس، وفي قماش قماش جبردين وقماش عادي، جنس فاتح وجنس رامي مطرز اهو. الناس اللي سالت على الجيبات يا جماعه اصور لكم قطعه قطعه عشان تبقوا عارفين العينات اللي عنده ايه، عشان اللي يجي جاي على بينه. الحاجات دي اللي هيسالني ستوكات ولا باله مستعمله ولا جديده هقول له باله. الحاجات اللي عنده دي اصلا باله، مش باله يعني مستعمله، الناس اللي ما بتعرفش لسه الباله يعني مستعمله، اللي يشوفها يقول جديده. يعني انا ماسكاها اصلا في ايدي اهي، اللي يشوفها يقول جديده. كل حاجته تنفع لكل الاذواق، الرفيع والتخين واللي بيحب الجنس واللي بيحب القماش. قماش وجبردين زي ما انتم شايفين كده. اهو جنس يا جماعة، وقماش، وقماش كمان. بحاول اصور لكم على قد ما اقدر، كمية هنا طبعا كبيرة جدا، فبحاول اصور لكم على قد ما اقدر اللي موجود. الجماعه اللي بتستهون بالصوت واللي بيستهونوا بالتصوير، انزلوا اتفرجوا وانزلوا شوفوا. والحاجه اذا ما عجبتكمش ما تدخلوش القناه تاني. انتوا مش متخيلين احنا بنعاني ازاي عشان بس نعرف نصور التصوير ده، وعشان نعرف نقف الوقفه دي، وعشان بس نعرف نيجي المكان. هنا زحمه فوق ما تتخيلوا اصلا. الناس اللي نزلت واشترت وراحت هي اللي عارفه بس الكلام اللي احنا بنقوله، وعارفه المعاناه، غير كده لا. فمش هقبل باي تعليقات سخيفه، التعليقات تكون محترمة وتكون على المستوى الثقافي يعني والمستوى الاجتماعي اللي احنا فيه. اعتقد يعني ان احنا الناس المفروض كبيرة وفاهمة، وما يصحش يعني نكتب تعليقات سخيفة ومجرحة. احنا نازلين بنتعب على فكرة في الاخر، يعني مش بنحط في جيوبنا اللي انتم متخيلين اللي بيخلينا مليونيرات يعني، فالمفروض ان انتم تقدروا ده. بنصور برضو، بنصور قطعة قطعة عشان الناس برضو تبقى عارفة ومتأكدة هي هتنزل هتلاقي ده
مش هتلاقي حاجة تاني. قطعة قطعة بصورها لكم. في حاجات هتلاقوها في النص كده بالتيكت بتاعها، عشان في ناس بيقولوا البلدي كلها مستعملة، مش كلها طبعا بتبقى مستعملة، في مستعمل وفي بيبقى فيها تيكت كده، بس دي بتبقى حاجة بسيطة اللي تقع في ايدك بقى فيها تيكت. لكن لما بتقولي له انا عايز اشوف الستوك عندك، بيطلع لك بقى الحاجات اللي هي مش مستعملة اصلا، واللي هي طبعا بتبقى اغلى من كده. بس المحل ده ما عندوش ستوكات، المحل ده عنده بالة. الستوكات هدور لكم عليها، بس بتبقى غالية، بتبقى غالية، مش كل الناس طبعا بتقدر ان هي تجيب الستوك نظرا للاسعار الجميلة اللي احنا فيها دلوقتي. اللي كان بيسألني هنيجي طيب ازاي، هتركبوا طبعا المترو، هتنزلوا في محطة جمال عبد الناصر، هتمشوا مشوار 26 يوليو ده، الشارع دوت طوالي على طول. في فيديو انا كنت شارحه فيه اصلا ازاي الدخلة، يا ريت اللي بيتابعني يا ريت يدور على الفيديو ده ويشوفه، هتلاقيه برضو من ضمن فيديوهات الوكالة، وهبقى انزله تاني كده لوحدي هقول الدخلة بتاعت الوكالة. دي شكل الجيب ناشلين على رمضان، والناس اللي عايزة تشتري جيب عشان تروح تصلي او تروح شغلها. دي صورت لكم يعني اظن كمية لا بأس بها من الفيديوهات. بصوا التيكت اهو، بصوا التيكت اهو، عشان الناس اللي بتقول في حاجات مش بالتيكت، في بالتيكت اهو، بالتيكت ماشي. انتوا برضو لو رحتوا برضو في فصال يا جماعه، ما بتقولوش يعني الحاجه ما فيهاش فصال هنا، لا طبعا، الحاجه ما دام اخدتوا حاجه واثنين وثلاثه الحاجه فيها فصال، مش ما فيهاش، لا طبعا فيها فصال. الحاجه اللي فيها فصال هقول لكم فيها فصال، اللي ما فيهاش فصال هقول لكم برضو ما فيهاش فصال. بس عموما هنا يعني الوكالة مش صعبين للدرجة، يعني ان شاء الله كل اللي يجي ياخد بإذن الله، يقول له بس احنا شوفنا الاعلان تبع القناة فيها حاجة حلوة وبإذن الله يرخص له، وخصوصا اللي هياخد اكتر من حاجة. اي كومنت بقى يا ريت اعمل لكم ريفيوهات على ايه، يا ريت بعد اذنكم تكتبوا لي عايزين ريفيو ايه اللي موجود نعمله. شنط ان شاء الله، الشنط والكتاشي برضو هيبقى فيها فيديو ليا باذن الله، هختصر لكم مصر كده في المهم، يعني مصر بعدسه فيها حاجه حلوه ان شاء الله، نحاول اللي احنا اعتقد يعني صورت كمية. عايز اقول لكم ان ايديا نملت، فهبتدي بس امشي كده على بقية الدرجات اللي موجودة، اظن يعني صورت لكم كمية لا بأس بها، يعني من الجبردين والجينس والازرق والاسود، وفي اسود ساده واسود مطرز، وفي ستريت، وفي واسع، وفي ضيق، وفي مجسم، وفي لكرا، وفي كل حاجه. تمام، تمام يا جماعة. عرفتوا فين المحل؟ خلاص عرفتوا فين المحل، اهو المحل اهو، يتوسطه شجرة، شجرة عليا يعني محطوط عليها درسات اهي، تصوير تاني اهو، تمام عشان الناس تبقى عارفة، والدرسات اللي عنده هصورها لكم،
واللي عنده صح البناطيل الرجالي ب 85 جنيه بس ديت باله. دي البناطيل برضو البناطيل الرجالي دي باله وعنده مقاسات محل. وقدام مدرسه ابو الفرج عشان الناس تبقى عارفه قدام مدرسه ابو الفرج يا جماعه. الله المستعان. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك والشير لاصحابكم وبعد اذنكم طبعا، وسبسكرايب للقناه. وهصور لكم دلوقتي درسات.